باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. إحنا في سفر الرؤيا أصحاح 21، نقرأ من أول أصحاح 21. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى مضتا والبحر لا يوجد فيما بعد. وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله، مهيئة كعروس مزينة لرجلها. وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا: هو ذا مسكن الله مع الناس، وهو سيسكن معهم، وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون معهم إلها لهم. أظن اسمه هو ذا مسكن الله مع الناس. أحلى اسم يمكن لكلمة كنيسة الكلمة دي، مسكن الله مع الناس. والكلمة دي أو المعنى ده سبق وتذكر كتير في الكتاب المقدس، لما يقول مثلا: بكثرة رحمتك أدخل بيتك، أو يقول: مساكنك محبوبة يا رب إله القوات، أو يقول مثلا: ببيتك يا رب تليق القداس. كلمة بيت ربنا، الواحد جاي الكنيسة رايح بيت أبوه السماوي، بيت ربنا، مسكن الله مع الناس. وده ينبهنا دايما ان لما ندخل الكنيسة لازم نحاول نحس بالمشاعر اللائقة بحضور الله. يعني الكنيسة في طقسها في جوها بتحاول تشجعنا ان احنا نحس ان ده مش مكان عادي، ده ربنا صاحب البيت وفي المكان والملائكة والقديسين. عشان كده في الطقس المفروض الشخص يدخل يسجد قدام الهيكل ويسلم على الايقونات كأنه بيسلم على القديسين، وياخد مكانه ويقف في هدوء ويسجد ان كان هيسجد مع الصلاة، ما يتكلمش خالص. طبعا الواحد ما فيش وقت يقول اللبس ايه اللي صح يتلبس جوه الكنيسة وايه اللي ما يصحش. الكلام المفروض ما يبقاش فيه كلام خالص الا ما يخص الصلاة، ده بيت ربنا. لئلا نصل في يوم من الايام بسبب تهاوننا انه يتقال علينا اللي قاله المسيح له المجد: بيتي بيتي بيت صلاة يدعى، وانتم جعلتموه مغارة لصوص. السماء في الاخر هي مسكن الله مع الناس، هي المكان الدائم في حضور ربنا مع شعبه. هو سيكون لهم الها وهم يكونون له شعبا، وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم. هيبتدي يوصف شوية جمال الملكوت وحلاوة الحياة الأبدية. أول وصف جميل لحالتنا في السماء أن الله سيمسح كل دمعة من عيوننا. لما ربنا بنفسه يمسح الدموع، دي الحكاية فيها دلع كبير قوي، وفيها حب وفيها رقة، يعني محدش فينا يتخيلها. يعني أن يمسح الله له كل المجد الإله الغير محدود الدموع من العيون، دي كلمة كبيرة قوي. معنى كده أن كل اللي هيوصلوا السماء كان في عينيهم دموع. كل اللي هيوصلوا السماء لازم عدوا على وادي الدموع. في مزمور من المزامير يقول: عابرين وادي الدموع يصيرونه ينبوعا. يعني يعدوا على وادي الدموع يخلوه ينبوع، يعني دموع بلا حساب، لانه محدش هيوصل السماء من غير دموع التوبه مثلا. طبعا مش لازم دموع العين، ممكن تبقى دموع القلب، يعني ان ربنا فحص القلوب، مش لازم الوش يعني، لكن الله ينظر الى القلب. فممكن الدموع دي تكون دموع التوبه، وينتهي زمان التوبة بدخولنا السماء، وربنا يجي لكل عين دامعة ولكل قلب مكسور يقول له: جاء وقتك عشان تفرح، وجات ساعتك عشان تتعزى، هات دموعك دي أشيلها، لأن من هنا ورايح مفيش توبة خلاص، ومفيش بكاء على خطايا تاني،
وما فيش ندم تاني، كله فرح. سيمسح الله الدموع من كل العيون. قد تكون الدموع دموع تجارب، لأن على الأرض بتعدي علينا أيام صعبة وتجارب قاسية، وما فيش إنسان هيعدي ومش هيشوف تجارب. وفي التجارب الإنسان بيتعصر وبيبكي أحيانا، إما لوحده أو قدام الناس، لكن بيبقى في حياته دموع، حتى دموع التجارب. ربنا يقول خلاص عند باب الملكوت يمسح الله كل دمعة من عيونهم، ما يسيبش أدنى حزن، ما يسيبش أي بقايا ألم أو وجع أو حزن في قلب الإنسان. يبقى الإنسان اللي عنده دموع التوبة أو دموع التجارب لازم يشجع نفسه وهو بيبكي على الأرض إنه في يوم وفي ساعة سيمسح الله كل دمعة من كل العيون. إحنا في هذا الزمان زمان الدموع، وماله لما نبكي على الأرض، المهم نفرح إلى الأبد في السماء. ونثق في كل مرة نبكي إن الدموع دي غالية عند ربنا لدرجة بنفسه له كل المجد يمسح كل دمعة من العيون. برضو الكلمة دي مشجعة للناس، لما نلاقي ناس مكسورة متألمة باكية نقول لهم وماله، هيجي وقت يمسح الله كل دمعة من عيونكم. هتيجي لازم ساعة ربنا بإيده الحنينة يمسح كل دمعة من كل العيون. يقول بعد كده والموت لا يكون فيما بعد. الموت لا يكون فيما بعد. احنا على الأرض كلنا عايشين عارفين ان في موت، وكلنا عايشين مستنيين ساعتنا، وكلنا بنحارب خوف الموت، بنحاربه، لان المسيح له المجد غلبه على الصليب بالقيامة وادانا النصر عليه وقال اين شوكتك يا موت، اين غلبتك يا هاوية. الموت له شوكة، فالواحد بيقاوم خوف الموت وبيهرب من فكرة الموت، ويعيش الإنسان دايما مهدد بقضية الموت. الموت بيهدد حياة كل واحد. تخيلوا لو عايشين ما فيش حاجة اسمها موت، ده تبقى حاجة جميلة قوي. لو ما فيش أي تهديد بأي نوع من أي أنواع الموت، طبعا يبقى الحياة لها شكل تاني. ده معلمنا بولس في عبرانيين 2 يقول إن الموت كان يضلل على العالم قبل المسيح والفداء، وكانت حياتهم بسبب خوفهم من الموت كل حياتهم تحت العبودية. يقول الإنسان عايش عبد ومستعبد ومذلول بسبب خوفه من الموت. طب لو ما فيش خوف الموت ده الواحد يبقى فرحان على طول. فمن أجمل الأمور اللي في السماء إن ما فيش موت، خلاص ما فيش حاجة اسمها نهاية، وبالتالي حياة مستمرة لا تنتهي. والخبر المزعج اللي بيضايق أي إنسان والسيرة المتعبة اللي تخوف كل واحد انتهت إلى الأبد بلا رجعة. الموت لا يكون فيما بعد. يمكن صعب الواحد فينا يتخيل الوضع، يعني إيه نبقى عايشين مش مهددين بالموت، لكن أكيد لها طعم حلو قوي وفرح جميل إن ما يكونش في موت في تفكيرنا. ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت. الحاجات دي يسميها الأمور الأولى. إيه الأمور الأولى؟ الحزن والوجع والصراخ، ده شغل الدنيا، دي الأمور الأولى، دي هتعدي علينا. وجع المرض، وجع نفسي، صراخ داخلي، صراخ خارجي، حزن، أيا كان نوعه، دي كلها حاجات الدنيا. لأن مفيش موت مفيش كمان توابعه، التوابع من الحزن أو الخوف أو القلق، الحاجات دي كلها مش موجودة في السماء. واحد يقول طب مش يقول لنا السماء فيها إيه؟ هو عمال يقول السماء مفيهاش موت، مفيهاش دموع، مفيهاش حزن، مفيهاش وجع، مفيهاش صراخ، طب ما تقول فيها إيه؟ يسموه الوصف بالنهي بالنفي. يعني لما الواحد يكون شايف صورة جميلة قوي
ومش عارف يعبر، يقول مش معقولة. هو ما قالش حاجة، هو بس وصفها انها مش معقولة. ربنا له المجد لما نيجي نوصفه في علم اللاهوت ما نلاقيش كلام يوصف، فنقول غير المرئي، غير المحوى، غير المبتدأ، غير المحدود، غير المفحوظ. طب احنا ما قلناش هو ايه، ما احنا مش عارفين نقول، مش عارفين نعبر، فنلجأ الى الوصف بالنفي. يعني ايه؟ ننفي عنه صفات كتيرة ونضطر نوصفه بالاسلوب السلبي ده، نوصفه سلبا، نقول له له بداية ولا له نهاية، ولا محدود ولا متغير ولا مفحوظ. ايوه طب هو ايه، ما احنا مش عارفين نعبر. كمان كل ما يخص الله ينطبق عليه القاعدة دي، ان الواحد يعجز عن وصفه فيلجأ الى وصفه بالنفي. مثلا حتى المحبة، لان الله محب، نقول المحبة ليس شيء من النطق يستطيع ان يحد لجة محبتك للبشر. اصلك لو قلت محبة ربنا كبيرة قوي، كلمة ضعيفة، ايه كبيرة قوي دي، ما في حاجات كبيرة قوي كتير، لكن ما مدتش المحبة حقها لما قلت كبيرة قوي. لكن تضطر تقول ايه، مفيش كلام يوصف المحبة. وصف السماء ينطبق عليه نفس القاعدة، لان السماء اجمل من كل وصف ومن كل تعبير. تلاقي الكتاب يلجأ الى وصفها بالطريقة دي، يقول ما لم تره عين، ما لم تسمع به اذن، ما لم يخطر على بال انسان. طب ايه بالظبط، ما مش عارفين نعبر. ما هو لو حاجة تتوصف كنا قلنا العين شافتها، لكن ده حاجة العين ما شافتهاش. لو حاجة يتسمع عنها كنا قلنا حاجة تسمعها الودن، لكن حاجة ما تسمعش بالودن. وما لم يخطر على قلب بشر، يعني ولا خيال انسان ولا فكر انسان، كل ده وصف بالنفي. هنا نفس الكلام في سفر الرؤيا، لا حزن ولا وجع ولا دموع ولا موت. دي حاجة جميلة قوي، لو تخيلنا الحياة بدون الأمور دي كلها، هذه الأمور الأولى، تبقى الحياة ممتعة جدا، فش أي نوع من الوجع ولا الحزن ولا الخوف ولا الموت ولا الدموع، لأن الأمور الأولى قد مضت. عشان كده احنا بنعزي بعض حين نفقد إنسان، مش نفقده، السما تكسبه، بنشجع بعض بالكلام ده، وده كلام حقيقي. ان هو راح الى عالم ليس فيه حزن ولا دموع ولا الم ولا وجع باي شكل، ده هو احنا اللي نصعب عليهم في السماء، مش هم اللي يصعبوا علينا. ده احنا اللي خسارة عاشتنا على الارض، مش هم اللي خسارة سابوا الارض، ده هم كذبوا، لكن احنا اللي خسارة لسه عايشين على الارض في زمن البكاء والدموع والوجع والحزن والالم. والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت. وقال الجالس على العرش ها أنا أصنع كل شيء جديدا، ها أنا أصنع كل شيء جديد. ربنا له المجد يحب يجدد الواحد، والموضوع بتاع التجديد ده موضوع مهم، أن ربنا يعطينا طبيعة جديدة وحياة جديدة، هو عمله كده، جئت لتكون لكم حياة ويكون لكم حياة أفضل. هو ذا الكل قد صار جديدا، الأشياء العتيقة قد مضت. اللي يعرف ربنا يحس بالحكاية دي، اللي يقرب من ربنا يحس أن حياته بقت مختلفة، بقت جديدة. وكل ما يقرب أكتر ما يفضلش من في حياته حاجة من قديمه، حاجة من حاجات زمان. يعني مثلا زمان كنت بتحب نفسك قوي، لما تقرب من ربنا قوي تنسى نفسك خالص وتحب ربنا وتحب الناس، فكأنك بقيت واحد جديد. زمان كانت العلاقات مبنية على الطمع وعلى الاستغلال وعلى البخل وعلى الأنانية وعلى المادة وعلى الفلوس، ولما تقرب من ربنا قوي تبقى جديد في جديد، كل حياتك عطاء وسخاء وحب، وكأنك واحد تاني. قبل لما تقرب من ربنا كانت ممكن تبقى الحياة
كلها جري وهري وقلق وخوف وعصبية، ولما الواحد يقرب من ربنا خالص يبقى واحد جديد هادي وديع نفسه طويل فرحان بشوش، هو ذا الكل قد صار جديدا، ها أنا أصنع كل شيء جديد، كل شيء جديد. فكر الإنسان نفسه يبقى جديد، يعني في فكر قديم وفي فكر جديد. فكر قديم هو فكر الدنيا، لما يكون واحد مشغول بالدنيا قوي وبأطمعها وبشهواتها يبقى فكره لسه ما تجددش. لكن لما يقول مع بولس أما نحن فلنا فكر المسيح، ده فكر جديد، فكر كله حب للناس وفكر كله فرح وفكر مشغول بالسماء وفكر حاجة حلوة. ها أنا أصنع كل شيء جديد. الواحد برضو يراجع على نفسه، يا ترى احنا كل حاجة في حياتنا جديدة ولا لسه الإنسان العتيق أو الطبيعة القديمة ليها فينا كتير؟ ممكن الواحد يكون لسه مليان حاجات قديمة كراكيب. ساعات واحد يجي يروق بيته كده وتبقى ست شطرة ترمي كل كراكيب وتقول هعمل كل حاجة جديدة، واحدة تانية تستخسر تقعد تركن كده وتكركب، وبعدين يدخل بقى الراجل يعيني يلاقي الحكاية مش جديدة ولا حاجة، ما مكركبة برضه. طب ما رميتيش الكراكيب دي ليه؟ كلها حاجات قديمة ملهاش لازم، تستخسر. ساعات الواحد يبتدي مع ربنا وبعدين كأنه يستخسر، يبقى في كراكيب كده في حياته، طب ما ترميها. أصنع كل شيء جديد، ما خليك جديد كده جديد في جديد. لما المسيح لو المجد اتكلم عن الصيام قال مثل غريب، قال ما ينفعش نحط خمرة قديمة في زقاق جديدة، لازم نجيب خمر جديد في زقاق جديد عشان يبقى جديد في جديد. يقصد ايه ربنا؟ الخمر رمز للعلاقة بيننا وبين ربنا، رمز للحب، العلاقة بالله في العهد الجديد علاقة حب، علاقة رومانسية، علاقة أب بولاده، علاقة كلها مشاعر وكلها عطاء متبادل، علاقة حب. دي حاجة جديدة على مخ البشر، البشر ما تعودوش يهيموا بحب الله. الناس اللي جم قبلنا ما عاشوش المعاني دي، أنبياء وأبرار كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا. عشان يبقى الواحد بيحب ربنا وبيكلمه كأب ويتدلع عليه كأب ويحس بيه كأب وينشغل بيه كأب، وتبقى العلاقة مسمى إما كأب مرة أو عريس مرة أو صديق مرة، كلها علاقات حب. ده خمر جديد، ده معنى جديد. طيب يحطوه في إيه الخمر الجديد ده؟ ده لازم زقاق جديد، لازم الطبيعة نفسها تبقى جديدة، لازم البني آدم نفسه يتجدد وتتغير طبيعته عشان يعرف يحب ربنا ويعرف يشيل الخمرة الجديدة دي. فكأن ربنا بيقول لنا الصيام ده تعبير حب وخمر جديد، لازم انت كإنسان تبقى جديد في جديد عشان تعرف تصوم صوم روحاني، لازم تبقى خدت الطبيعة الجديدة في المعمودية وعايش إنسان جديد شبه المسيح عشان لما تصوم تقدم صومك كخمر جديد في زقاق جديد. لكن ما ينفعش تكون إنسان قديم وعايش بطبيعة قديمة وتيجي تصوم تلاقي صومك مش خمر خالص، صومك ده تأدية واجب، تغيير أكل بأكل، والحكاية ما فيهاش طعم الحياة الجديدة. هو ذا الكل قد صار جديدا، الأشياء العتيقة قد مضت. العلاقة بربنا كلها حب، دي حاجة جديدة. لما تكون أهم وصية تشغلنا طول حياتنا، أهم هدف في الحياة هو أنك تحب ربنا وتحب الناس، دي حاجة جديدة. قبل كده كنت عايش لنفسك وعايش لشهواتك والدنيا عمالة تاخد منك والشيطان له فيك كتير، ولكن لما الواحد بيقرب من ربنا قوي بيبقى جديد في جديد، عايش لربنا وعايش للناس وعايش فرحان وكأنه واحد تاني. ها أنا أصنع كل شيء جديدا. وقال لي اكتب فإن هذه الأقوال صادقة وأمينة. طبعا المسيح له المجد يقصد أصنع كل شيء جديد، يعني كمان اللي هنشوفه في السماء بقى ما حدش شافه قبل كده، جديد لانج، حاجة ما خطرتش على بال حد. وهذه الأقوال
أمينة وصادقة. ساعات برضو الواحد فينا بيضعف والشيطان يشككه يقول له يعني هو كان حد شاف؟ بيقول ما لم تره عين أهو كلام، بيقول ما فيش حزن ما فيش وجع ما فيش، طب ما هو شعرفنا، ويقعد يشككنا الشيطان ويقلب دماغنا كده. فالمسيح لو المجد يأكد بنفسه يقول هذه الأقوال صادقة وأمينة، صدق آمن آمن قبل ما يجي الوقت وتكتشف ان الحاجات دي صح وحقيقية، بس انت ما صدقتش، فعشان ما صدقتش ما اهتمتش، وعشان ما اهتمتش راحت الفرصة. لكن هذه الأقوال صادقة وأمينة، بقى يبقى قدامك كنز زي كده وتضيعه، ده كنز بجد، دي حياة حلوة قوي، دي السماء تستاهل كل التعب اللي تتعبه عشانها. وهذه الأقوال صادقة وأمينة. ربنا لأن السماء في إيده وعارف جمالها وعارف قيمتها، فبيقول لنا يا ولاد صدقوني الحكاية تستاهل كل تعب هتتعبوه عشان السماء، هتنسوه في السماء وهتقولوا يا ريتنا تعبنا أكتر من كده أضعاف. هذه الأقوال صادقة صدقوني. شوفوا لما ربنا يقول لنا صدقوني السماء في انتظاركم، والملكوت حلو ومفيش حاجة من الأمور الأولى هتشوفوها هناك. صدقوني دي لما يكون الواحد بيقول حاجة غريبة على دماغ اللي قصاده عاوز يأكدها له، يقول له صدقني اسمع كلامي. فلأن ربنا بيقول كلام بعيد عن تخيلاتنا وأعلى جدا من تصوراتنا، يقول لنا هذه الأقوال صادقة وأمينة فصدق وآمن. ثم قال لي قد تم. احنا قلنا بقى احنا بقينا في الجزء الأخير من سفر الرؤيا، كل الكلام عن السماء الحلوة خلاص، ما عادش في حروب، ما عادش في شيطان، حبسناه من المصحاحين في جهنم خلاص، دلوقتي كله في الملكوت الحلو. فالمسيح لو المجد بيقول قد تم، تمت كل القصة، خلصت خلاص. واحد يقول طب ما المسيح له المجد جه على الصليب وقال قد أكمل، لكن ساعتها ما انتهتش حياة البشر وما جاش المسيح في ملكوته. لكن قد أكمل بتاعة ربنا يسوع على الصليب معناها قد أكمل عمل الخلاص والفداء، ربنا كمل دوره، واحنا بقى علينا نعيش كما يليق بالدعوة اللي ادعانا ليها بالفداء اللي عمله. لكن في السماء هيقول قد تم، يعني خلصت كل حاجة، تمت القصة إلى النهاية، كانت قصة مأساوية وانتهت نهاية جميلة، قصة آدم الذي كسر العلاقة مع الله وكسر الوصية واختار الموت لنفسه، والقصة تخلص في نهاية جميلة إن آدم في السماء والبشر الحلوين معاه في السماء وفرحانين بربنا إلى الأبد. قد تم. لينا يوم نسمع هذه الكلمة، يا ترى هنسمعها وتبقى النهاية سعيدة ولا هتبقى النهاية مش سعيدة؟ قد تم، كل حاجة لها نهاية. الدنيا اللي احنا شايفينها دي لها نهاية، والعمر اللي عايشينه له نهاية، والشر اللي في الدنيا له نهاية، وكل شيء له نهاية، ولكن الأبدية السعيدة ملهاش نهاية. قد تم. أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية. نفس التعبير ده ابتدى في رؤيا واحد ورجع يقوله لنا في رؤيا 21. أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، يعني أنا أول كل حاجة وآخر كل حاجة. طب ما في النص يا رب، احنا عايشين في النص مش واخدين بالنا انك انت أصل الحكاية ولا آخر الحكاية. يقول معلش ما هو العيب فيكم، لكن الأيام هتكشف لكم ان انا أول كل شيء وبداية كل شيء، وأنا أيضا نهاية كل شيء. يعني أنا إيه؟ أنا الكل في الكل. الشاطر اللي يعيش ربنا بالنسبة له الكل في الكل. الشاطر اللي يبتدي يومه ألف وربنا، أوله ربنا، بداية يومه ربنا، ويجي في آخر يومه نهاية يومه ربنا. الشاطر اللي يصلي باكر ويصلي النوم مثلا. الشاطر اللي كل مشروع يبتديه يحط إيده في إيد ربنا يقول له أنت أولي، وفي آخر كل مشروع يقول له أنت آخر. الشاطر اللي بيفكر يتجوز يحط ربنا في الأول، يقول له يا رب أنت اختار لي، أنا عاوز أتجوز جواك مش عاوز أطلع براك.
وانت الهدف، انت اخر المطاف. انا بتجوز عشان حد يشاركني الابدية، حد يمشي معايا في الدنيا لغاية ما نوصل السماء. انا هو الالف والياء، البداية والنهاية. يا ترى المسيح له المجد مكانه ايه؟ نمرة واحد ولا اثنين ولا عشرة؟ هل هو الف؟ هل هو ياء؟ ولا المسيح له المجد تاه وسط الحروف وتاه في البداية، من البداية للنهاية، او ملوش مكان خالص؟ محدش عارف. لكن الايام هتثبت ان كل اللي احنا عايشين فيه ده اوله ربنا واخره ربنا، وهو له قصد في كل شيء، هو مدبر كل شيء، هو ضابط الكل، والكل في ايده. انا اعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا. عاوز يقول الجماعة اللي وصلوا السماء دول كانوا عطشانين، لانه سبق في الموعظة على الجبل وقال ايه؟ طوبى للجياع والعطاش الى البر، لانهم يشبعون. طب يا رب احنا هنشبع في الارض ولا في السماء؟ يقول لا، هتشبعوا شوية في الارض، لكن الشبع الكامل في السماء. احنا على الارض يمكن نصلي ونقرأ، وفين لما نحس بتعزية وارتياح، وبعدين نرجع نفطر تاني ونبرد تاني ونقول له يا رب عزينا وشجعنا وشبعنا، ونرجع نفطر وشوية نصحصح وشوية، وكل ما نقرب نشبع اكتر. في السماء شبع بلا حدود. انا اعطي العطشان من ماء الحياة، من ينبوع ماء الحياة مجانا. طول ما الواحد فينا عطشان لربنا هيشرب وهيرتوي وهيشبع الى الابد. لكن لو عطشنا للدنيا وانشغلنا بالدنيا ممكن تروح مننا الوعد الحلو ده. لانه قال في رسالة يهوذا: في ناس يحفرون لانفسهم ابارا، ابارا مشققة لا تضبط ماء. تركوني انا ينبوع الماء الحي وذهبوا ليحفروا لانفسهم ابارا، ابارا مشققة لا تضبط ماء. بقى ربنا عنده السعادة ببلاش، وانت تسيب السعادة اللي عند ربنا وتروح في الدنيا تحفر وتتعب وشهوات، وتلاقيها في الاخر ابار مشققة ما فيهاش مية. تعبت وعدمت عشان تلاقي تحفر البير، وفي الاخر احباط شديد، وطلعت الحكاية فاضية خالص، وتطلع من بير لبير ومن احباط لاحباط، ويخلص العمر ويكتشف الانسان ان عاش طول عمره عطشان وجعان لا ارتوى ولا شبع. امال مين اللي هيشبع؟ طوبى للجياع والعطاش الى البر، لانهم يشبعون. كنت في زيارة في السجن قريب، ولقيت واحد بكتني على الدلع اللي احنا فيه. قال لي: انا خلصت الكتاب المقدس بعهديه في 18 يوم، بقرأ كل يوم 100 صفحة، واصحى الصبح بدري مشتاق فرحان وعطشان، اقعد 3 4 ساعات اقرأ، وما صدق اخد جنب واقعد اقرأ تاني. ده في سجن، في سجن وظروفه قاسية جدا. طب هو بيعمل كده ليه؟ لانه عطشان وفرحان وشبعان، وكأنه قاعد في قصر مش في سجن، لانه بيرتوي. بيرتوي صحيح، اللي حواليه المتذمر واللي قرفان واللي لسانه طويل واللي بيشكي همه طب وبعدين؟ عندهم ينبوع ماء الحياة ومش عاوزين يشربوا. أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا. يعني تدفع في الدنيا قد ما تدفع عشان تشوف شوية سعادة وتطلع فلس، ومن غير ما تدفع حاجة وتلاقي نفسك شبعان بربنا. بس اديله شوية وقت، ادي شوية اهتمام، هتلاقي فرح وهتلاقي محبة وهتلاقي سلام وهتلاقي شبع وهتلاقي حاجات كتير قوي. يفكرنا التعبير ده باللي قاله المسيح له المجد للسامري، قال لها: كل من يشرب من هذا الماء يعطش ايضا. عشان كده في اخر القعدة ثابت الجرة. ثابت الجرة يعني باعت الدنيا، يعني قالت مش هشرب من الماء دي تاني، مش عاوزة اجري ورا الدنيا تاني. ومن يشرب من الماء الذي اعطيه انا لن يعطش الى الابد، بل الماء الذي اعطيه انا يصير فيه ينبوع ماء ينبع الى حياة ابدية. يعني يبقى في وصلة بينك وبين الابدية كده مفتوح.
بحيث انك تبقى شكلك كأنك مش من الدنيا دي، طباعك واخلاقك وسلامك وفرحك كأنك نازل من السماء، كأنك مش عايش زي ما الناس عايشة في الدنيا، ينبع الى حياة ابدية. يعني يبتدي الفرح بربنا من هنا ويكمل بلا حدود لغاية السماء، يصير فيه ينبوع ماء. طبعا دي كلها اشارات للروح القدس اللي يملى الانسان بالفرح والسلام والتعزيات ويكمل معه لغاية السماء. لانه قال مجانا، واحد يقول خلاص خلينا قاعدين محلنا ما نعملش حاجة ويبقى ربنا يملانا، هو مش معنى انه مجانا ان احنا ما نعملش حاجة. عشان كده يقول من يغلب يرث كل شيء. صحيح النعمة مجانية وعطايا الروح القدس بلا مقابل مادي، ولكن تحتاج منا الى سعي والى جهاد والى حرب والى تمسك والى يعني حب ربنا، عشان لما تغلب تورث كل حاجة. من يغلب يرث كل شيء، برضو كلمة تاني جميلة. انت في الدنيا يوم ما هتغلب في الدنيا دي هتورث ايه؟ اقصاها هتبقى ايه؟ صدام بوش هتبقى ايه يعني؟ ايه اقصى حاجة ممكن توصل لها في الدنيا دي؟ ايه اللي هتورثه؟ لو كان الدنيا هتورثك الارض كلها هتاخد منها ايه؟ ولو هتورثك مركز عظيم جدا وبعدين؟ الدنيا ما بتديش حاجة. ولو ورثتك حاجة تجيب لك معاها هم تقيل ومشاكل كتير وضيقات بلا نهاية. في واحد ربنا له المجد بيوعده يقول له من يغلب يرث كل شيء. عاوز مركز؟ مش هتلاقي مركز احسن من انك تكون ابن ربنا، فيش اعظم من كده. عاوز فلوس؟ هتبص في السماء هتلاقي نفسك اغنى من كل الاغنياء اللي سمعت عنهم. عاوز محبة ناس؟ هتبقى فرحان في السماء مش بمحبة الناس، بمحبة الناس والملائكة وربنا إلى الأبد. هتورث كل حاجة بس تغلب. من يغلب يرث كل شيء. الواعي فينا هو اللي ينسى الميراث الأرضي ويحط عينه على الميراث الأبدي. يقول مش عاوز أورث في الدنيا حاجة أبدا، مش عاوز، ورث الأرض هيعطلني. وده أساس فكرة الرهبنة، ان هم لا يمتلكوا شيء، حاجة سموها الفقر الاختياري، من اسس الرهبنة القبطية كده، انه يختار ان يفتقر حتى لو غني، لانه يرفض ان يرث في الارض ولا شبر حد، مش عاوز حاجة خالص. ليه؟ عشان عينه على السماء، عشان يورث في السماء. من يغلب يرث كل شيء. وأكون له إلها وهو يكون لي ابنا. طب يا رب هو أنت لسه هتبقى إلهه؟ ما هو عشان يدخل السماء لازم أنت إلهه من الأول. أيوة ما هو إلهه، لكن كأننا في السماء هنعرف ربنا بطريقة عمرنا ما عرفناه قبل كده. هنكتشف لما ندخل السماء أن اللي كنا عايشين فيه أقل، واللي نعرفه عن ربنا أقل جدا من اللي ما نعرفوش. وكأننا الأول مرة هنعرف ربنا كإله. ده اللي قاله بولس بعد ما شاف رؤى وإعلانات، قال الآن أعرف بعض المعرفة، وقال زي معرفة الطفل الصغير بالدنيا، لكن هناك لما هنوصل هعرف ربنا زي معرفني. فإحنا معرفتنا محدودة جدا. النهاردة بنقول له يا رب أنت إلهنا، بس إحنا مش فاهمين بنقول إيه، ولا مدركين من هو إلهنا الحقيقي، ومن هي من هي عظمته وجبروته ومحبته وصفاته، كلها حاجات بالنسبة لنا الغاز، نعرفها كده معرفة سطحية. لكن هناك هو يكون لنا إلها ونراه بعيوننا زي ما هيقول، وهو يكون لي ابنا. طب ما احنا من النهارده اولاد ربنا، احنا اولاد ربنا، لكن بتعبير يوحنا بقى في رسالته الاولى لم يظهر بعد ماذا سنكون. احنا اولاد ربنا من دلوقتي، بس مش باين علينا العز، مش باين علينا كفايه.
احنا ولاده صحيح وغاليين جدا، بس طول ما احنا جوه الجسد ده مش باين علينا مجد اولاد الله، مش باين علينا عظمة اولاد الله. لكن لما هندخل السماء هيبان علينا صحيح ولاد ربنا بقى منورين فعلا. المسيح لو المجد في التجلي اظهر لينا الشكل اللي هنكون عليه. كان التجلي فيه مجد، خلى التلاميذ مبهورين بيتفرجوا على المسيح كده ونسيوا الوقت ونسيوا نفسهم. وبطرس يقول بسذاجة جيد يا رب ان نكون هنا، خلينا هنا على طول في المنظر ده. والمسيح لو المجد تجلى وكأنه عاوز يقول لنا كلكم هتبقوا في الشبه ده في المجد ده. فهو يكون لي ابنا، يعني الانسان يتمتع بالبنوة كاملة في الملكوت. احنا هنا اولاد الله لكن متأيدين نسبيا بالخطية والجسد والضعفات. عشان كده نقول له اطلق من الحبس نفس يا رب عشان تكتمل البنوة وفرح البنوة. من يغلب يرث كل شيء واكون له الها وهو يكون لي ابنا. واما الخائفون وغير المؤمنين والرجسون والقاتلون والزنا والسحرة وعبدة الأوثان وجميع الكذبة فنصيبهم في البحيرة المتقدة بنار وكبريت الذي هو الموت السام. حط كل الفئات أو فئات كثيرة من اللي هيتحرموا من الملكوت. أول فئة غريبة شوية الخائفون، معلش احنا بنستفيد في الحتة دي عشان نعيش المعاني. الخائفون تفسيرها الدقيق اللي خافوا فباعوا المسيح. عشان ما حدش فيكم يقول طب ده انا بخاف من الضلمة كده مش هروح السماء، لا يمكن تروح. لكن هنا المقصود بالخائفون اللي خافوا لدرجة انكروا الايمان خوفا، لانه كان دايما انكار الايمان سببه الخوف. لكن طول ما في حياتنا شوية خوف معناه ان احنا لسه ضعاف الايمان. كل ما يكون عندنا ايمان قوي كل ما الخوف يتبخر. كل ما يكون ايماننا شديد كل ما القلق يقل والخوف يروح. فاحنا برضو لازم نسأل نفسنا لو جت ايام صعبة هنخاف ولا لا؟ هنثبت في الايمان ولا لا؟ لو اضطهدنا من اجل اسم المسيح هنمسك في ربنا ولا هنخاف؟ الواحد يخاف على نفسه. لان الخائفون نصيبهم في البحيرة المتقدة بنار وكبريت. وغير المؤمنين، عشان كده جت قبل غير المؤمنين عشان تأكد ان اللي انكروا الايمان واللي ما امنوش اول ناس رايحين جهنم، اللي انكروا الايمان بالخوف او غير المؤمنين. والرجسون، الرجسون زي النجسون كده. الرجاسة يعني الحياة اللي كلها دنس وشر وشهوات. والقاتلون والزنا والسحرة، السحرة يدخل تحتها كل التعامل مع الشياطين، لأن التعامل مع الشياطين له أشكال كتير. وعبدة الأوثان، واحد يقول لا دي خلصت دي، لا ما خلصتش صدقون، لأنه الكتاب قال الطمع هو عبادة الأوثان. الوثن المشهور اللي ما فيش جيل استغنى عنه هو الفلوس. كل جيل يطلع له أوثان جديدة، لكن في وثن مشهور ما راحش من ولا جيل، المحبة المال. الطمع هو عبادة الأوثان، فاللي عاش للفلوس يعبد الفلوس ده ملوش نصيب. وجميع الكذبة، نقف عندها شوية. جميع الكذبة ده حاجة تخوف خالص. طب والكذبة الكذب الأبيض مش محطوط في الموضوع ليه؟ وجميع الكذبة، خطية الكذب بالرغم انها منتشرة جدا من الخطايا الكبيرة، لان اللي يكذب ممكن يعمل حاجات كتير. وغالبا اللي بيكذب عنده خوف، لان الخوف بيبقى ورا الكذب عادة او احيانا.
ساعتها الخوف ده ممكن يضيعه ويخليه ينكر الإيمان في يوم. والكذب معناه أن الواحد ما عندوش ثقة في ربنا، لأنه أغلب اللي بيكذبوا بيكذبوا عشان يطلعوا منها من موقف. طب ما أنت مش ناسي أن ربنا جنبك، خايف ليه؟ قلقان ليه؟ قول الحقيقة وخلاص. جميع الكذبة هنا بقى إيه؟ يعني إن كنا قلنا الخائفون مرتبطة بالخاف فأنكروا الإيمان، هنا الكذب مش هنقدر نقول إنه جميع الكذب أيا كان الكذب. طبعا كل اللي كذب ممكن يتوب، بس لازم نجاهد كلنا إن إحنا ما نكذبش تاني. عشان كده لازم نخاف من خطية الكذب. حتى لو العالم كله بيكذب، إحنا أولاد ربنا لازم تبقى علامتنا إن إحنا ما نكذبش. علامتنا إن إحنا ما نعرفش نكذب. ودي تميزنا. للأسف يقولوا زمان من 50 سنة ما كانش في مسيحي بيعرف يكذب، لكن النهاردة يمكن صعب تلاقي مسيحي ما بيعرفش يكذب، يعني ما بيعرفش ما يكذبش. يعني دي حاجة تزعل، لأن جميع الكذبة نصيبهم في البحيرة المتقدة بنار وكبريت الذي هو الموت الثاني. ثم جاء إلي واحد من السبعة الملائكة الذين معهم السبعة الجامات المملوءة من السبع ضربات الأخيرة. الملائكة اللي كانوا دايما بيعرفوا يوحنا بالضربات، وكانوا كل أخبارهم أخبار مفزعة، ضربات شديدة قوي. جي واحد منهم بقى وقال له لا خلاص، أنا مش هقولك على ضربات تاني، ولا هخضك تاني، ولا هتتفرج على الحروب تاني، خلاص كل ده انتهى، انا جاي اقول لك خبر حلو قوي. هلما فاريك العروس امرأة الخروف. دي ثالث مرة تيجي سيرة ايه؟ العروسة مرات الخروف. طبعا مرات المسيح له المجد، الكنيسة المزينة النازلة من السماء اللي سبق اتكلمنا عليها المرات اللي فاتت. قال له تعالى فرجك عليها عن قرب. هو شافها من بعيد نازلة من السماء مهيئة كعروس مزينة لرجلها. قال له تعالى بقى فرجك عليها من قريب شوي. وذهب بي بالروح الى جبل عظيم عال. والتعبير ده يفكرنا ان الشيطان زمان خد المسيح له المجد الى جبل عظيم عال، بس مش بالروح، يعني مش بالروح القدس. واراه جميع ممالك الدنيا ومجدها، وقال له ايه؟ اعطيك هذه جميعها ان خررت وسجدت لي. زي ما الشيطان يجي الواحد فينا كده يقول له هديك دي، بس ايه؟ اكذب، وطي راسك ليا، اخضع ليا، هديك فلوس ومركز وعظمه، اسجد لي بس وانا هديك الدنيا كلها. هنا الملاك بقى بيفرج يوحنا كممثل عن البشر ويقول له لا بص فوق، احنا ما بنبصش على ممالك الدنيا، بص على المملكة السماوية بقى اللي مستنياك من بدر. اراني المدينة العظيمة أورشليم المقدسة نازلة من السماء من عند الله، لها مجد الله. يبقى شاف الكنيسة نازلة من السماء زي العروسة، مدينة مقدسة يسميها أورشليم المقدسة أو أورشليم الجديدة عشان ما حدش يفتكر أورشليم الأرضية، ملهاش صالح. نازلة من السماء من عند الله، لها مجد الله، يعني جمال ربنا باين عليها، مجد ربنا باين عليها. عارفين زي مثلا موسى قعد مع ربنا قعدات طويلة، نزل وشه منور ما حدش قادر يبص في وشه. له مجد الله، يعني مجد ربنا باين عليه. ولمعانها شبه أكرم حجر كحجر يشبن بلوري. هندخل بقى في ايه؟ حتة جواهر كلها. يعني اللمعان من بره زي اجمل لمعان تحلم بيه. اليشب ده يعتقد انه الماس، انا لا شفت ماس ولا شفت يشب، لكن يعني انا قالوا لي كده ان ده يعتقد انه نوع من الاحجار الكريمه جدا، وقد يكون الماس، لكن بيبرق وبيلمع. فطبعا يوحنا عاوز يوصف لنا جمال الملكوت، فبيقول شبه اكرم حجر كحجر يشبن بلوري، يعني مجد الدنيا بكل جواهرها اللي بتزغلل العينين دي
ما يجيش حاجة جنب مجد السم. اللي المفروض يزغل العينين صحيح مجد السم وجمال الأبدية والقعدة مع ربنا. وكان لها سور عظيم وعالي، سور المدينة عالي وعظيم. عشان كده لما تصلوا مزمور الخمسين نيجي في آخره نقول ولتبنى أسوار أورشليم، مش مقصود بيها خالص القدس، لا مقصود بيها السور ده، سور الكنيسة، سور أورشليم الجديدة، سور عظيم وعالي. يعني إيه؟ يعني كنيسة حصينة، يعني الحياة مع ربنا متصورة بقديسين وملائكة، لأن في أشعياء يقول على أسوارك يا أورشليم أقمت حراسا. القديسين دول عبارة عن حرس الكنيسة، سور للكنيسة. نقول للعذراء في أحد صلواتنا أنت هي سور خلصنا، لأن كأن العذراء في صلواتها مصورانا كده، تحوطنا بصلواتها، محدش يقدر علينا لما تصلي لنا العذراء والقديسين والملائكة. نقول أحطنا بملائكتك القديسين، ملائكة عاملين حوالينا سور. فهنا يقول كان لها سور عظيم وعالي، السور ده هو الحصانة والصيانة والحراسة اللي ربنا بيحرس بها أولاده، من القديسين وصلواتهم، من الشهداء ودمهم، من شفاعة العذراء وبقية القديسين اللي وصلوا السماء، كل ده سور بيحرسنا. كمان لو قلنا ان المدينة دي رمز لكل نفس هتبقى مزينة للمسيح الإله، يبقى في سور. يعني ربنا يحب أسوارنا، بمعنى إيه؟ إنك حاطط سور لعينيك وسور لودانك وسور لبقك وسور لمشاعرك، محاصر نفسك. أصل المدينة اللي ملهاش سور تبقى سايبة، أي حد يدخل ويطلع، أي فكرة تدخل وتطلع، أي كلمة تدخل وتطلع. لكن الشخص اللي حواليه أسوار مفيش حاجة يشوفها بدون حساب، فيش كلمة تطلع بدون حساب، فيش كلمة تدخل بدون حساب، في سور. ضع يا رب حارسا لفمي وبابا حصينا لشفتاي، في أسوار. وكان لها 12 بابا وعلى الأبواب 12 ملاكا، ليها 12 باب وعلى كل باب في ملاك، وأسماء مكتوبة هي أسماء أسباط بني إسرائيل ال 12. هتلاقوا ال 12 كتير. 12 دايما يفكرنا بحاجة قالوها الآباء، إن جهات الأرض الأربعة حين تؤمن بالثالوث الأقدس يبقى 3 في 4 بقينا 12، عشان كده رقم 12 كتير. يعني كل من يؤمن من الأرض كلها بالثالوث القدوس له نصيب في الأبدية، له نصيب في المدينة دي، يلاقي له باب يدخل منه يعني. الأبواب دي مكتوب عليها أسماء أسباط بني إسرائيل. طب وهم الأسباط دول يعني كانوا حاجة كبيرة قوي؟ لا، الأسباط يمثلوا كنيسة العهد القديم. واحد يقول طيب يعني أمال كنيسة العهد الجديد؟ نقول له طول بالك، ده دي الأبواب بس، الأساس بقى أسماء الرسل ال 12. يبقى الأبواب يعني مدخل الكنيسة بدأت بالعهد القديم، المداخل بس، مداخل من العهد القديم، لكن الأساس اللي واقف عليه الكنيسة هنشوفه دلوقتي. من الشرق 3 أبواب، من الشمال 3 أبواب، من الجنوب 3 أبواب، من الغرب 3 أبواب. وسور المدينة كان له 12 أساسا وعليها أسماء رسل الخروف ال 12. يبقى في 12 باب عليهم 12 سبط أسماءهم، وفي 12 أساس للسور ده للمدينة كلها عليهم أسماء مين؟ ال 12 رسول بتوع العهد الجديد. عشان كده الكتاب يقول مبنيين على أساس الرسل والأنبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية، هو المركز اللي كل البناء بيقوم عليه. عشان كده الكنيسة هتلم قديسين من عهد قديم وعهد جديد، هتلم قديسين من اليهود ومن الأمم، هتلم قديسين قبل المسيح، قبل تجسده له المجد، وبعد تجسد المسيح في العهد الجديد. والذي كان يتكلم معي كان معه قصبة من ذهب لكي يقيس المدينة وأبوابها وسرها. نقف عند الآية دي، معنى كده أنه كل حاجة متقاسة، وأن الإنسان بيتقاس، أو اللي ليهم نصيب في الملكوت
بيقيسوا المدينة بقصبة من ذهب. القصبة ده زي المتر، كانوا بيمطروا به المدينة. وجاء ذكر الفكرة دي قبل كده في سفر الرؤيا، وقلنا معناها أن يقاس الإنسان روحيا بمقياس روحي. فاحنا هيقيسونا، انت عندك فضائل ايه، عندك جهادات ايه، عندك صلوات ايه، عملت ايه في حياتك، مسكت قد ايه في ربنا، حاربت قد ايه الخطية، هيتقاس الواحد. فهنا المدينة بتتقاس يعني ايه، يعني كل اللي هيدخلوا السماء متقاسين بقصبة من ذهب وابوابها وسورها. لإلهنا كل مجد وكرام الأبد. بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. احنا وصلنا لغاية سفر الرؤيا اصحاح 21. وصلنا الى وصف المدينة السماوية، هقراها من اول عدد 10 21 10. وذهب بي بالروح الى جبل عظيم عال، واراني المدينة العظيمة اورشليم المقدسة نازلة من السماء من عند الله، لها مجد الله ولمعانها شبه اكرم حجر كحجر يشب بلوري، وكان لها سور عظيم عال، وكان لها 12 بابا، وعلى الأبواب 12 ملاكا، وأسماء مكتوبة هي أسماء أصباط بني إسرائيل 12. من الشرق 3 أبواب، من الشمال 3 أبواب، من الجنوب 3 أبواب، ومن الغرب 3 أبواب. وسور المدينة كان له 12 أساسا، وعليها أسماء رسل الخروف 12. والذي كان يتكلم معي كان معه قصبة من ذهب كي يقيس المدينة وأبوابها وسورها. والمدينة كانت موضوعة مربعة طولها بقدر العرض. زي ما انتوا فاكرين في 12 باب، وعلى الابواب 12 ملاك، واسماء على الابواب 12 سبط، والسور له 12 اساس، والاساسات عليها اسماء رسل المسيح ال 12. وده يفكرنا انه قديسين العهد القديم وقديسين العهد الجديد عبر كل الاجيال هم دول اللي احنا كنيسة مبنية عليهم في الملكوت ومؤسسة عليهم. وبعدين بيقول كان في قصبة الملاك بيقيس بيها. برضو جاء قبل كده ذكر القياس في السماء، والمقصود بيه ان كل انسان فينا يقاس عشان يدخل الملكوت. بمعنى الواحد فينا في مقاييس روحية بتقيسه ان كان ينفع للسماء ولا لا. هنا القياس عشان يطلع كل حاجة، كل الاضلاع متساوية، رمز للكمال. فبيقول سور المدينة كان طولها بقدر عرضها، ودي إشارة للكمال. لكن فكرة القياس تخلينا كل واحد فينا متوقع أن ربنا هيقيسه، أو إحنا هنتوزن. زي ما زمان لو تفتكروا بلشاستر ده كان ملك وثني تطاول على إله العبرانيين، على ربنا، وطلب يشرب خمرة في آنية بيت الله. ساعتها طلعت ايد وكتبت على الحيطة ضمن ما كتبت: وزنت بالموازين فوجدت ناقصا. كلمة خوف. يا ترى احنا لما ربنا يقسنا
أو يوزننا هيبقى لنا شكل حلو قدام ربنا ولا لا؟ هنعتبر كاملين في نظر الله ولا ناقصين في نظر الله؟ احنا كلنا مش كاملين، لكن الوصية بتقول كونوا كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل. لما ربنا يوزننا يوزن جهاداتنا وأتعبنا وأصوامنا وصلواتنا ومحبتنا للناس وعلاقتنا بالدنيا وشهادتنا للمسيح في كل مكان، كل ده بيتوزن. يا ترى لما هنتوزن أو هنتقاس هنستاهل ندخل السماء ولا لا؟ موضوع مهم يخلي الواحد فينا دايما يفكر ويقيس نفسه، لأن لو قسنا نفسنا النهاردة هنبقى جاهزين لقياس السماء. زي اللي عاوز يعرف هو مذاكر ولا لا بيجيب امتحان ويجرب نفسه ويقول اعمل امتحان مراجعة اشوف هنجح ولا لا، ولما يمتحن يعرف نقط ضعف فيقول لا الحتة دي مش متذاكرة والحتة دي مش متذاكرة اركز تاني. ربنا مدينا كل يوم في عمرنا فرصة نقيس نفسنا. كل ليلة عودونا الاباء ان المفروض الواحد يراجع على نفسه يقيس نفسه، يا ترى النهاردة رضيت ربنا ولا لا؟ مشيت كما يليق بالله ولا لا؟ طب ايه اللي ممكن تصلحه وتلحق تصلح؟ فقاس المدينة بالقصبة مسافة 12,000 غلوة. طبعا دي اشارة الى رقم كبير قوي، حوالي 1500 كيلو، ورقم 12 ده رقم دايما يدل على عدد ضخم او عدد غير محدود، لان سبق وقلنا 12 اشارة الى 3 في 4، 3 الايمان بالاب والابن والروح القدس، و4 الى جهات الدنيا كلها الاربعة. فيعني كل المؤمنين بالثالوث الاقدس الاب والابن والروح القدس ليهم نصيب في المدينة السماوية. الطول والعرض والارتفاع متساوية، وده اشارة للكمال. وقاس سورها 144 ذراعا، ذراع انسان، وبعدين قال اي الملاك، هو عاوز يقول انه المقاييس اصلها لغة بشرية، فلان المقاييس لغة بشرية الذراع ده ذراع انسان. لكن عشان يأكد لنا ان الحكاية مش بالحرف ومش بالضبط الرقم ده، قال ذراع انسان اي الملاك، يعني الملاك اللي كان بيقيس. فطبعا مقصود بيها ان الحسبة دي مجرد رقم رمزي، لكن الموضوع اكبر جدا من كل المقاييس الارضية. وكان بناء سورها من يشبن، قلنا اليشبن اللي هو الماس، والمدينة ذهب نقي شبه زجاج نقي. وأساسات سور المدينة مزينة بكل حجر كريم. الأساس الأول يشبن، الثاني ياقوت أزرق، الثالث عقيق أبيض، الرابع زمرد ذبابي، الخامس جدع عقيقي، السادس عقيق أحمر، السابع زبرجد، الثامن زمرد صلقي، التاسع ياقوت أصفر، العاشر عقيق أخضر، الحادي عشر إسمنجوني، الثاني عشر جمشك. طبعا احنا اغلبنا ما يعرفش الحاجات دي، ايه الكلام ده، ما نعرفش نفرقه عن بعض. لكن هو المقصود به في مجمله الاول ان السماء مليانة فضائل، والفضائل زي الاحجار الكريمة كلها احلى من بعض واجمل من بعض ومتميزة عن بعض. وده يفهمنا حاجة، احنا في زينة الدنيا الواحد لو عنده فص من الحاجات دي يبقى غني. تصوروا ده الاساس، يعني حجر الاساس ده بيبقى حجر ضخم قوي يحطوه في الاساس. لما يكون حجر الاساس عبارة عن حجر كريم من الماس مثلا، دي حاجة ملهاش ثمن ومش موجودة في الدنيا بتاعتنا، او من الزمرد او العقيق او
فهنا القصد دي الفضائل اللي يتزين بها أولاد ربنا في السماء. وفي شوية كده أفكار أقولها لكم. دايما لما يجي اللون الشفاف إشارة للنقاوة، هو والأبيض الشفاف دايما والأبيض رمز للنقاوة، لأن النقي يعني أنت لما تشوف إذا الشفاف تشوف اللي وراه. كأن الإنسان فينا لما يكون نقي الناس تقدر تشوف ربنا اللي جواه. ما هو ربنا ساكن فينا بس مش باين علينا. ليه مش باين علينا ربنا؟ لأننا مش أنقياء. لو كان قلبنا نقي وحياتنا نقية يبان المسيح اللي جوانا، كأننا إزاز كده نقي. والأبيض نفس الفكر، التوب الأبيض أو اللون الأبيض رمز للنقاوة، مفيش بقعة، مفيش خط أسود، مفيش خطية. اللون الإسمنجوني أو الأزرق دايما إشارة للسماء. ففي فضيلة النقاوة وفي فضيلة الحياة السماوية. يعني إيه؟ يعني شخص عايش كأنه عايش في السماء، الأكل والشرب واللبس ما يهموش، تفكيره كله في السماء، قلبه كله في السماء، شهوته يروح السماء، أصدقاء نفسه القديسين اللي في السماء كل طموحاته حاططها في السماء، يوم ما تيجي السماء يبقى فرحان قوي. دي فضيلة، فضيلة أن الواحد ينشغل بالحياة السماوية وينسى الأرض شوي. اللون الأحمر دايما رمز للدم، والدم رمز للفداء. ففضيلة الأحمر هنا مقصود بيها يعني حمل الصليب، يعني القديس اللي شال الصليب أو استشهد وراء المسيح وتلوث أو تلون بالدم بسبب حمله للصليب، أي كرامة لي في السماء؟ ده زي اللي لابس توب عبارة عن حجر كريم من اللون الأحمر. اللون الأخضر عادة بيكون إشارة للزرع أو للرخاء أو للخير أو للعطاء. فبرضو فضيلة تانية، يمكن واحد زي الأنبا برام مثلا هتلاقوا الزمرد الأخضر ده أو العقيق الأخضر. ليه؟ لأنه راجل كان سخي جدا في عطائه وكان خيره على كل الفقراء بشكل غير محدود. بعض اللقالق دي بتبقى أقوى الحجارة، يعني حجارة قوية جدا ويمكن مفيش ما يعرفوش يكسروها أبدا. برضو دي قد تكون إشارة للإيمان القوي، لأن القديسين بتوعنا كان إيمانهم قوي، مفيش حاجة تزعزعه أبدا، ولو الدنيا كلها وقفت قصادهم بيثبتوا، ولو دخلوا في عذابات طويلة حتى الاستشهاد بيثبتوا. إشارة لأنه حجر كريم قوي ما يتهزش بالسهل. احنا مش هنقدر ناخد حجر حجر ونقول إشارة لإيه، لكن نقول مجملا دي مجموعة القديسين بمجموع الفضائل، كل واحد في السماء له شكل غير التاني. تبص على الأنبا أنطونيوس تلاقي النسك والزهد والسهر والصلوات الطويلة، تبص على ماري جرجس ولا أبو سيفين تلاقي الاستشهاد والآلام والاضطهاد، تبص على القديس أثناسيوس تلاقي الدفاع عن الإيمان والشهادة للحق. كل واحد فيهم حجر كريم متميز عن التاني. مرة واحد بتاع حجارة كريمة جواهرجي يعني كبير قال لي الإصحاح ده بالذات أنا بحبه. قلت له طبعا دي شغلتك. قال لي لا، أصل أنا الوحيد اللي فاهم إيه الألوان دي وإيه شكلها، وكل مرة أقرأ شكلها وتخيل أن كل واحد من دول عبارة عن باب أو أساس، لأن هيجي بعد كده يقول أن الأبواب نفسها حجارة كريمة، أبقى يعني مش مصدق نفسي، لأن أنا يوم ما يكون عندي فص صغير من دول أعتبر نفسي عندي حاجة كبيرة أوي، لكن لما يكون باب ضخم عبارة عن حجر كريم أو أساس ضخم عبارة عن حجر كريم، ده معنى كده السماء غنية أوي. كأن الواحد لو عاش عمره كله يحوش عشان يجيب حجر كريم من دول، بدل ما نقعد في الدنيا نحوش ونجيب ذهب ونسيبه ونمشي
وملوش قيمة، لكن خلينا نحوس ونجيب حجارة كريمة من اللي نتزين بها في السماء. والاثنى عشر بابا اثنتا عشر لؤلؤة، يعني الباب نفسه عبارة عن لؤلؤة كبيرة، كل واحد من الأبواب كان من لؤلؤة واحد، كل باب عبارة عن لؤلؤة كبيرة. وسوق المدينة ذهب نقي كزجاج شفاف. يمكن مقصود بسوق المدينة الحتة اللي بيتحركوا فيها، والحركة دي إشارة للحب اللي بينهم، والحب ده يتوصف دايما أنه ذهب نقي شفاف. الحاجة الوحيدة اللي نضمن أنها تكمل في السماء، احنا مش عارفين نتخيل السماء، كل الجمال ده لمحاولة تقريب الصورة. لما تكون مدينة نازلة بتبرق من السماء، والأبواب عبارة عن حجارة كريمة، والأساسات حجارة كريمة، وشغلانة كبيرة قوي، والسوق نفسه ذهب نقي. لكن في حاجات أساسية احنا نعرف ان المحبة هي طبيعة الحياة السماوية. ان كنا على الارض محبتنا لبعض ضعيفة ويمكن بتروح، كل اللي هيدخلوا السماء هيتميزوا بمحبة بالغة مستمرة بلا حدود. والمحبة اجمل حاجة في الدنيا، الحب اللي يربط الناس ببعضها بيدي طعم للحياة كلها. فإذا نطمئن إن إحنا هنحب اللي سبقونا، واللي سبقونا هيحبونا، واللي بعدينا هنحبهم، وهنشوف بعض وهنعرف بعض، ونعيش في جو كله حب لا ينطق به، لا يمكن للإنسان يتصور حب حقيقي بلا حدود. إحنا الإنسان فينا في الدنيا بيصعب عليه لأنه الحب قليل، ولو خدت حب في يوم تلاقي نفسك أيام جعان حب، والناس مقصرة في حقك، واللي بيسألوا عليك قليلين، والوحدة قاسية. لا اطمن، لو دخلت السماء ما فيش حاجة هنا غير الحب، حب لله ومن الله لقديسيه، ومن القديسين لبعض ولله، لأن الكتاب بيقول المحبة لا تسقط أبدا. كأن الذهب النقي اللي في السوق ده إشارة إلى أنه مادة الحياة الأخرى، وان اللي في السوق كله حب، حب نقي جدا زي ذهب نقي شفاف. ولم ارى فيها هيكلا، لان الرب الله القادر على كل شيء هو والخروف هيكلها. احنا لما ندخل الكنيسة اقدس شيء هو المذبح، هو الهيكل، نسجد قدام الهيكل ونحس ان ربنا جوه. خلاص ما فيش هيكل بالمعنى الحرفي، لانه ربنا بنفسه قاعد وسطينا شايفينه بعنينا، فمش محتاجين الهيكل الارضي اللي ينبهنا لوجود ربنا. لم ارى فيها هيكلا، لان الرب الله القادر على كل شيء هو والخروف هيكلها. تاني رجع معانا الخروف عشان ينبهنا ان المسيح قائم كأنه مذبوح. المسيح الحمل الوديع، احلى صورة نحبها فيه انه شايل خطايانا كخروف. والمدينة لا تحتاج الى الشمس ولا الى القمر ليضيء فيها، لان مجد الله قد انارها. يفكرنا التعبير ده بيوم التجلي. في لحظة التجلي التلاميذ شافوا المسيح منور جدا، حتى ان الشمس اختفت جنبه او ما عادش ليها قيمة جنبه، وهو ده النور اللي هيستمر للأبد. فالشمس والقمر إن كانوا بينوروا النهار والليل ما لهمش قيمة، خلاص يختفوا، لأن نور ربنا واضح قصاد الكل. والخروف سراجها، وتمشي شعوب المخلصين بنورها. نور المدينة أو سراج المدينة، كل الشعوب ماشيين في النور ده، تمشي شعوب المخلصين بنوره. الكلام ده طبعا ينبهنا ان الحكاية لازم تبتدي من هنا، الابدية تبدأ معنا اليوم وتكتمل في ملكوت السماوات في السماء. لكن اللي هيتعود يمشي في نور ربنا هنا هيشوف مجد ربنا ونور ربنا هناك.
لكن اللي بالنسبة له النور والظلمة هي الشمس والليل يبقى لسه معرفش معنى النور. تمشي شعوب المخلصين بنورها. يا ترى الواحد فينا ماشي في نور ربنا؟ زي ما يقول الكتاب: سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. انت كلام ربنا بينور سكتك؟ تعاليم ربنا هي اللي سايقة حياتك ولا نور الدنيا؟ الشخص الروحاني بيبقى عنده حاجة اسمها استنارة، بيبقى حاسس انه شايف حاجات الناس مش شايفاها وفاهم حاجات الناس مش فاهماها. زي المولود اعمى في الحد اللي فات، كلنا مولودين عميان، كلنا مش شايفين نور ربنا كما يجب، لكن ربنا مستعد ينور علينا. لكن عشان كده بيقول: لو كنتم عميان لما كانت لكم خطيئة، لكنكم تقولون اننا نبصر، خطيتكم باقية. طول ما الواحد فينا حاسس انه شايف وعارف مش هيفتح ابدا ومش هيشوف ابدا. بينما لما الواحد فينا يصرخ لربنا: رب اديني نور، نور عيني ونور عقلي، خليني اشوفك وخليني افهمك وخليني احبك وخليني انشغل بيك. تمشي شعوب المخلصين بنورها، وملوك الارض يجيئون بمجدهم وكرامتهم اليها، الى المدينة. ملوك الارض مش كلهم هيدخلوا السماء طبعا، يمكن اغلبهم ما يدخلش لانه السياسة بتضيع. لكن عاوز يقول ان مجد العالم يتضاءل امام مجد الملكوت، فكل مجد الدنيا وملوك الارض بمجدهم يجوا كده للمدينة السماوية، يعني يتلزقوا فيها كده عشان ياخدوا من مجدها. لانه الملوك اللي في السماء غير الملوك اللي في الارض، اللي على الارض دول ملوك ارضيين، لكن السماويين دول القديسين، هم اللي نجم يمتاز عن نجم في المجد، هم دول اصحاب المراكز الكبيرة. عشان كده دايما نقول على العذراء انها الملك او ملكة السماء، اعظم نجم واعظم ملكة في السماء. يجيئون بمجدهم وكرامتهم اليها، وابوابها لن تغلق نهارا لان ليلا لا يكون هناك. في الزمن ده كان كل مدينة لها ابواب، والابواب كان نوع من الحراسة يقفلوها بالليل. اي ابواب مدينة يقفلوها بالليل عشان محدش يدخل بدون حساب. لكن هنا بيقول الابواب مش هتتقفل ابدا، لان اساسا مفيش ليل ومش محتاجين حراسة. كأننا على الأرض دايما محتاجين نحرس نفسنا ونخاف من عدو الخير ونأمن نفسنا ضد الشيطان وأفكاره وحيله. لكن اطمنوا، الجهاد ينتهي عند باب الملكوت ونبقى في السماء الأبواب مفتحة، مفيش خطايا خلاص، مفيش إغراءات، مفيش خداعات، مفيش حيل إبليس، مفيش أفكار شهوة، مفيش حاجة. اللي بيحارب على الارض ضد الخطيه واللي ماسك في ربنا وبيجاهد عشان ما يبعدش عنه، الخبر ده يفرحه لما يقول له خلاص هناك راحه حقيقيه والابواب مفتحه ومفيش عليها حرس ومفيش ليل تخاف منه ولا شيطان تخاف منه ولا حرب روحيه. أبوابها لن تغلق نهارا لأن ليلا لا يكون هناك. ويجيئون بمجد الأمم وكرامتهم إليها، لأنه ذكر أن الأسباط الاثناشر الممثلين للحياة الأولى اليهودية هم مكتوبين على الأبواب. ده مش هيلغي أبدا أن الأمم داخلة بمجد وكرامة، يعني الشعوب غير اليهودية داخلة بكرامة ومجد عشان تحتفل في المدينة دي. أمم العالم كله زي ما قال المسيح: يأتون من المشارق والمغارب ويتكئون في أحضان إبراهيم وإسحاق ويعقوب. أما بنو الملكوت، جماعة اليهود الأولانيين دول، يطرحون خارجا. ولن يدخلها شيء دنس ولا ما يصنع رجسا وكذبا إلا المكتوبين في سفر حياة الخروف. مفيش حاجة وحشة هتدخل المدينة،
المدينة دي بالذات كل حاجة حلوة فيها، ما فيش كذبة، ما فيش غش، ما فيش دنس، ما فيش نجاسة، ما فيش غير المكتوبين في سفر حياة الخروف وكل فضائلهم تدخل معاه. كل حاجة حلوة عندنا هتكمل في السماء، المحبة، الوداعة، البساطة، الشكر، التسبيح، وكل حاجة وحشة هتختفي في السماء. كل غش، كل خداع، كل إدانة، كل كلمة بطالة، كل حاجة جسدية هتنتهي من السماء. صحيح هيبقى لنا أجساد، ولكنها أجساد ممجدة، أجساد أعلى من مستوى الخطايا. يمكن النهاردة جسدك بيشدك للأرض وبيشدك للخطية أحيانا، هذا الجسد سيتحرر من ثقل الخطية يوم القيامة ويبقى جسد ممجد على شبه جسد المسيح القائم، جسد كله نور، جسد لا يحتاج حتى للأكل والشرب، جسد ينقاد بروح الله إلى الأبد في فرح دائم، في تسبيح دائم، في حب دائم، وما فيش حاجة وحشة. وأراني نهرا صافيا من ماء حياة لامعا كبلور خارجا من عرش الله والخروف. آخر منظر بقى في سفر الرؤيا، ربنا فرج يوحنا على منظر جميل يختم به سفر الرؤيا كله. قال شفت نهر صافي من ماء حياة بيلمع زي البلور خارج من عرش الله والخروف. برضو فكركم جت سيرة النهر ده قبل كده، وقلنا دي المية اللي كانوا واقفين عليها كل المنتصرين. ايه نهر الماء اللي خارج من المسيح ده من عرش الله؟ المسيح لو المجد سبق واتكلم هو على الارض عن الكلام ده، قال من يقبل الي لا يجوع، ومن يأتي الي لا يعطش ابدا، وان عطش احد الي فليقبل الي ويشرب. من امن بي تجري من بطني انهار ماء حي. يقوم يوحنا المعمدان، يوحنا الحبيب ساعتها يقول قال هذا عن الروح القدس. فيوحنا وفر علينا السؤال، ايه الماء الحي اللي خارج من المسيح ده؟ هو الروح القدس. او في تفسير اخر بيبقى مية المعمودية اللي خارجة من المسيح لانها ماء وروح، هي دي اللي بتشدنا كلنا للسماء. فاخر منظر يوحنا بيتفرج عليه بيتفرج على مية المعمودية، المية البسيطة الساذجة اللي قدام عينينا، هي دي سر خلاصنا. هذا الماء الحي اللي نزلنا فيه في يوم من الأيام وتغيرت طبيعتنا من بشر عاديين لأولاد لله، هي دي عربون دخولنا السماء. فقال له المية دي، المية الصافية دي، ماء الحياة ده اللي بيلمع كالبلور ده خارج من عرش الله، ده طالع من المسيح رأسا. جميلة أوي الفكرة دي. كل مرة تبصوا على المعمودية تتصوروا ان المية دي مش جاية من الحنفية، لا، المية دي خارجة من جنب المسيح. يمكن ده السبب اللي خلى المسيح له المجد لما اطعن بالحرب على الصليب خرج من جنبه دم وماء. يقول القديسين الأوائل ان المية إشارة للمعمودية والدم إشارة للتناول، كأن المية بتشدنا كلنا عشان ندخل في قلب المسيح، والدم يشدنا كلنا بالتناول عشان نثبت في المسيح، وكأن المية والدم هم دول اللي هيخلوا الكنيسة منتصرة دائما. تشبيه تاني قال واحد من القديسين، قال له زي لما آدم نام وربنا عمل من جنبه حواء، المسيح لما نام على الصليب خرج من جنبه دم وماء اللي هم حياة الكنيسة. الكنيسة عايشة على مية المعمودية وعلى دم الإفخارستية، عايشة على الأسرار يعني. فحواء الجديدة اللي هي كنيسة العهد الجديد اللي هي كلكم العروسة الجديدة، عايشين أساسا بمية المعمودية، وحياتنا كلها بعد كده في دم التناول أو في ذبيحة الإفخارستية. فبيقول أراني نهرا صافيا من ماء حياة لامعا كبلور خارجا من عرش الله والخروف. إذا الماء والروح
أو سر المعمودية ده عطية سماوية خارجا من عرش الله، عشان لما حد يتشكك ويقول معقولة المية دي عملت تغيير في طبيعة الإنسان، دي مجرد مية، يقول له لا، لما صلينا وحطينا الصليب في المية وحطينا الميرون في المية وحركنا المية واستدعينا الروح القدس على المية لم تعد مية عادية، وإنما المية اللي قدامنا دي هي دي النهر الماء الصافي اللامع كالبلور الخارج من عرش الله، وجاي لنا لغاية الأرض عشان يشدنا كلنا للسماء. في وسط سوقها وعلى النهر من هنا ومن هناك شجرة حياة. في سوق المدينة اللي هو قال عليه زي الذهب النقي كالزجاج الشفاف، وعلى النهر في شجرة حياة، وأخيرا جه ذكر شجرة الحياة اللي ذكرت أولا في بداية العهد القديم. أول ما سمعنا عن أشجار سمعنا إن في شجرتين مسميتين معروفتين، شجرة الحياة اللي يأكل منها يعيش على طول، وشجرة معرفة الخير والشر اللي يأكل منها يموت. والشجرتين دول إشارة للطريقين، طريق الحياة وطريق الموت، إشارة إلى المسيح له المجد وإبليس. يقوم آدم وحواء يختاروا إبليس، يختاروا شجرة معرفة الخير والشر، يختاروا المعرفة البعيدة عن يد الله، المعرفة اللي فيها شر، فيسقطوا ويدخل الموت على طبيعته. وتفضل شجرة الحياة ممنوع منها، ممنوع الاقتراب منها. في آخر القصة بتاعت سفر التكوين يقول ربنا حط ملاك يحرس طريق شجرة الحياة معاه سيف نار متقلب، محدش يقرب، لأنه لو الإنسان كل من شجرة الحياة والفساد في طبيعته هيفضل فاسد إلى الأبد، فأصبح الإنسان محروم من شجرة الحياة، وكأننا عايشين في حرمان من الحياة الحقيقية من شجرة الحياة. عايشين ومش عايشين، عايشين وإحنا في الحقيقة ميتين، وعندنا شهوة أن نحيا حياة حقيقية ممثلة في كلمة نأكل من شجرة الحياة، لغاية ما جه المسيح له المجد وقال أنا هو الخبز النازل من السماء، من يأكلني يحيا إلى الأبد. فلما قال لنا أنه جاي من السماء واللي يأكله يعيش على طول، يبقى هو إيه؟ هو شجرة الحياة، لأن اللي كان يأكل منها يعيش للأبد وهي بتتاكل. فعشان كده اليهود قالوا له ازاي تقول ناكلك دي، ناكلك ازاي يعني؟ وفضل المسيح يصر ويقول من لا يأكل جسد ابن الانسان ولا يشرب دمه ليست له حياة فيه. فشجرة الحياة هي المسيح له المجد، وهي الحياة المفقودة من آدم وكل نسله، اللي رجعها لنا المسيح لما جالنا على الأرض وفدانا وترك لنا جسده ودمه حياة أبدية. عشان كده كل مرة نتناول أبونا يقول من يأكل جسد، من يأكل من هذا الخبز يشرب من هذا الدم له حياة أبدية، يعطى لغفران الخطايا وحياة أبدية لكل من يتناول منه. فبيقول شاف بقى نهر الماء الصافي الخارج من عرش الله وشجرة الحياة في وسط السوق منورة، لأن نفس التعبير ده جه في سفر التكوين إن في وسط الجنة كانت شجرة الحياة في النص بالظبط، إشارة إن المسيح له المجد هو مركز الحياة كلها. لغاية النهاردة إحنا في التسبيح هنقول عمانوئيل إلهنا في وسطنا، عشان نقول هو ده شجرة الحياة اللي إحنا كلنا ملفوفين حواليه بناكل منه عشان ندخل السماء. وشجرة الحياة تصنع 12 ثمرة وتعطي كل شهر ثمرها. بمعنى ايه؟ اذا كان شجرة الحياة اشارة للتناول، معناه انا محتاج اتناول على طول لكي اثمر. يعني سر التناول، سر الافخارستية، كونك بتتناول بانتظام تثبت في المسيح تعطي ثمرا. ما فيش ثمر غير ما تاكل من شجرة الحياة المثمرة. يعني ثمر الروح في حياتنا مرتبط ارتباط وثيق بسر التناول. لما تتناول فرحك يزيد،
لما تتناول محبتك تزيد وقلبك يوسع، لما تتناول يبقى عندك طول أناة، لما تتناول يبقى عندك صبر واحتمال وهدوء، كل ده ثمر، ثمر شجرة الحياة. لكن لو بعدت عن التناول تلاقي حياتك عمالة تطفي وكأنها شجرة التين الملعونة التي ليست فيها ثمر. لكن لما تاكل من شجرة الحياة يبان عليك ثمر الشجرة، لأن ثمر الشجرة هو جمال المسيح يبان علينا. إن كانت شجرة الحياة هي المسيح، لما ناكله نثبت فيه المسيح يبان علينا، يبان علينا باتضاعه، يبان علينا بصبره، يبان علينا بمحبته، يبان علينا بكل جماله. ما كناش ناكله ونثبت فيه مش هيبان علينا، فكأن شجرنا غير مثمر. تلاحظوا برضو انه بعد ما قال نهر ماء حياة قال على طول شجرة الحياة، اصل محدش يقدر يقرب من شجرة الحياة الا مرورا بماء الحياة. عشان كده المعمودية كان مكانها الطبيعي على الباب بره، لازم الشخص يتعمد الاول فينال الحياة الجديدة بالمعمودية والطبيعة الجديدة، وبعدين يدخل على الكنيسة عشان يتناول. والتناول للمؤمنين المعمدين التائبين فقط، لأن شجرة الحياة مكانها في الفردوس، في وسط الفردوس للي عدوا على ماء الحياة. وورق الشجرة لشفاء الأمم، ورق الشجرة لشفاء الأمم. برضو دي يمكن تنبهنا الحاج، أول مرة سمعنا عن ورق شجر كان في قصة آدم وحواء، لما تحايلوا خدوا من ورق شجرة التين عشان يستروا عريهم. فاكرين القصة دي؟ ان هم لما اكتشفوا ان هم عريانين راحوا جابوا ورق شجرة التين يستروا على نفسهم. لكن هذا الفتر ده كان ضعيف جدا، وكان محاولة خيبة من الانسان انه يتجمل ويستر نفسه. بمعنى اي محاولة من الانسان انه يتجمل امام الله دي مش بتكفيه ابدا ومش بتجمله. لكن ورق الشجرة اللي هي شجرة الحياة هو ده بس اللي يشفي الانسان من مرضه او من مشكلته او من خطيته. تاني فهموا الحتة دي معلش، انه ورق شجرة التين بمعنى اي شجرة اخرى الانسان يغطي بيها نفسه، اي اعمال الانسان يتجمل بيها ما تشفيهوش ما تستروش. ولكن ورق شجرة الحياة اللي هو نعمة المسيح له المجد هي دي اللي تشفي الانسان فعلا، هي دي اللي تستره وتجمله وتنقيه وتغطي على عريه. ولا تكون لعنة ما فيما بعد. احنا الارض اللي عايشين عليها اتقال عليها برضو في اول الاصحاحات في سفر التكوين ملعون الارض بسببك، فاصبحت الارض اللي احنا عايشين فيها ارض لعنة. ومن علامات اللعنة المرض والحزن والكآبة والمشاكل والمصايب والحوادث، كل دي ملعونة الأرض. فآخر الكتاب، احنا في آخر صفحة في الإنجيل دلوقت رؤية 22، يعني آخر القصة خالص، تلاقوا كل حاجة اتصلحت. شجرة الحياة المفقودة رجعت بانت اهي وبقت في متناول ايدينا. اللعنة اللي ابتدت بيها الإنجيل اتحلت هنا، وبيقول لا تكون لعنة ما فيما بعد. يعني من احلى الامور ان الواحد يقرأ اول ثلاث اصحاحات من سفر التكوين، اول القصة خالص، وبعدين يقرأ اخر اصحاح في سفر الرؤية، يعرف حكاية الانجيل كله، حكاية الكتاب كله. كأن قصة الكتاب هو البحث عن الحياة المفقودة، او قصة الكتاب هو علاج اللعنة التي دخلت الى العالم. فيطمننا المسيح له المجد يقول لا تكون لعنة ما فيما بعد. طب اترفعت انت اللعنة يا رب؟ لانه الكتاب قال ملعون الارض بسببك،
بعد كده الكتاب قال ملعون من علق على خشبة. وجاء المسيح له المجد ليعلق على خشبة الصليب فيحمل اللعنة كلها في ذاته. عشان كده يقول الذي لم يفعل خطية صار لعنة لأجلنا، أو صار خطية لأجلنا. فالمسيح بصليب وشال اللعنة كلها اللي في الدنيا عشان يدينا ملكوت لا لعنة فيه. برضو من علامات اللعنة في العهد القديم يقول ايه، ملعون الارض بسببك تنبت لك شوكا وحسكا. فالشوك اللي يطلع في الارض ده كان من علامات اللعنة. يقوم المسيح في تدبيره في اتضاعه يسمح للاشرار ان هم يعملوا له تاج من الشوك، من شوك الارض، من شوك اللعنة، ويحطوه على راسه لكي يحمل اللعنة اللي على الارض على راسه، عشان نوصل للتعبير الحلو بتاع الرؤية، لا تكون لعنة ما فيما بعد. واضحة الفكرة؟ يبقى الارض الملعونة اللي نتاجها كل الالام اللي على الارض شالها المسيح، شال اللعنة في ذاته على صليبه لكي يحررنا من اللعنة في الملكوت، ولا تكون لعنة ما فيما بعد. وعرش الله والخروف يكون فيها وعبيد يخدمونه. يعني احلى حاجة في السماء هو ربنا نفسه، احلى حاجة في الملكوت هو ان احنا عينينا شايفة المسيح له المجد، ولا حاجة تاني في جمال المسيح. كل حاجة حلوة، بس كل حاجة تتضاءل جنب المسيح. وعبيده يخدمونه، وكأنه عاوز يقول عبيده اللي بيحبوه اللي فضلوا طول حياتهم بيخدموه مش هيقدروا يبطلوا خدمته، لان هما بيحبوه. تصوروا معايا واحد خادم قعد طول حياته بيخدم ربنا وبيتعب عشان خاطر ربنا، يجي يرتاح في السماء يقول لا انا عاوز اخدم، انا بحب اتعب عشان ربنا، بحب اخدم. يقولوا له ما عادش في خدمة عندنا، ما عندناش مسنين ولا مرضى ولا مساكين ولا مساجين ولا مرتدين ولا، طب هتعمل ايه؟ ولا مدارس احد ولا وعظ، طب هتخدم ايه؟ يقول لا، ما انا في خدمة جنب ده كله، خدمة الصلاة، خدمة الشكر، خدمة التسبيح. قالوا له هي دي بس اللي عندنا، هي دي بس اللي تكمل في السماء، كل الخدمات الاخرى هتقف. الخدمة الوحيدة اللي هتكمل في السماء هي اشكرك يا رب، هي خدمة التسبيح وخدمة الصلاة. عشان كده لو عرفت تعمل اي خدمة في الدنيا وما عرفتش تعمل خدمة الصلاة، الموضوع فيه قولان، لحسن تدخل السماء تلاقي نفسك غريب، لان في السماء ما فيش غير الخدمة دي بس. عبيده يخدمونه يعني لا يكف عن تسبيحه، لا يكف عن تسبيحه أبدا. عشان كده كنيستنا بتحاول تعلمنا وتعيشنا في جو السماء، ان احنا من النهاردة نتعود نسبح ونرتل ونصلي كتير ونشكر ربنا كتير، لان هو ده الوضع اللي هنستمر معانا الى الابد. ان كنا الحاجات دي ممكن نعملها النهاردة بتغصب، اطمنوا في السماء هتطلع بتلقائية شديدة وبفرح لا ينطق به. يعني في واحد يقول طب انا بزهق ساعات، نقول له معلش، ما هو انت لسه على الارض وجسدك مأيدك، لكن لما تدخل السماء بالجسد الممجد هتلاقي كل حاجة حواليك بتشجعك انك تنطق بالشكر والتسبيح. مش هتبطل تقول مع داود النبي باركي يا نفس الرب وكل ما في باطني يبارك اسمه القدوس، باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسنات. هتفضل تقول الكلام ده وشبه الكلام ده الى الابد. يبقى تاني، سفر الرؤيا بيكشف لنا ان السماء جميلة جدا، واجمل ما فيها ثلاث حاجات. اجمل ما فيها المسيح له المجد، وبالنسبة لنا ده يدينا شعور بالحب الشديد، بالفرح الشديد، بالتسبيح المستمر. السماء كده ما تيجي تلخصها الواحد تقول من السماء هي المسيح، فرحانين بيه، بنحبه، بنكلمه الى الابد. ادي السماء وادي جمال. لا تكون لعنة ما فيما بعد،
وعرش الله والخروف يكون فيها وعبيده يخدمونه. احنا على الارض بنخدم ربنا، هو شايفنا واحنا مش شايفينه. ويبقى الواحد فينا نفسه يقول مع موسى: يا رب ارني وجهك. طب وريني بس وشك. طب هات لي رؤية. طب خليني احس انك سمعني. طب كلمني. اطمن، في السماء هتبقى بتخدمه وعينك في عينه على طول، عبيده يخدمونه وهم سينظرون وجهه. كل شهوة البشرية لهذه اللحظة انك ترى المسيح في مجده الى الابد. فاكرين لما بطرس قال للمسيح له المجد في التجلي: جيد يا رب ان نكون ها هنا، حلو نفضل كده على طول يا رب. هو ده شعور اللي في السماء، جيد جدا يا رب ان نكون ها هنا. ليه؟ كفاية افضل باصص عليك يا رب، مش عاوز اكتر من كده. ده هيبقى شعور كل اللي هيوصلوا السماء، جيد يا رب ان نكون ها هنا وننظر وجهك الى الابد بكل البهاء بكل المجد بكل الحب، مش عاوزين اكتر من كده. واسمه على جباههم، بيراجع معانا هم وصلوا هنا ازاي، مش معنى دول فرحانين واصلين، لانه اسمه على جباههم، الختم معلم عليهم، مختومين، اسم الله على جباههم. كانوا دايما بيقولوا باسم الاب والابن والروح القدس، كان اسم ربنا على جبهتهم، اسم الله في دماغهم. يعني ايه؟ يعني كان طول حياتهم بينادوا على ربنا بعقلهم وقلبهم ولسانهم: يا رب يسوع المسيح ارحمني، يا رب يسوع المسيح اشكرك. فاسم الله انطبع على جبهتهم، فدي علامة المنتصرين. ولا يكون ليل هناك، ولا يحتاجون الى سراج او نور شمس. ولا يكون ليل هناك، ولا يحتاجون الى سراج او نور شمس. حكاية ما فيش ليل هناك، واحد يقول يعني ماله الليل؟ الليل دايما رمز للظلام، والظلام رمز للخطية، وكمان الليل رمز للكآبة، الكآبة والضيق. وكمان الواحد لما يكون مريض او متألم يعول هم الليلة هتعدي ازاي، او لما يكون وحيد يبقى متضايق الليل جه عليه ويقضي الليل لوحده. فالليل فيه الخوف، فيه الخطية، فيه الوحدة، فيه الوجع، مفيش بقى الحاجات دي خالص. فمفيش ليل من اساسه، نور على طول، معنى كده مفيش نوم. ده يفكرنا ان مفيش نوم في السماء. على رأي واحد من الرهبان الكبار كان يقول ايه: حاجتين مش بحبهم، النوم والاكل. فكنا نقول له هما دول بالذات اللي احنا بنحبهم، لكن هو بيقول الحاجتين دول بحس بيعطلوني عن ربنا، مش عاوز انام مستخسر الوقت، ومش عاوز اكل لانه لما باكل مش بعرف اصلي. احنا للأسف كناس جسديين يمكن اهم حاجة في حياتنا النوم والاكل، لكن في السماء مفيش لا نوم ولا اكل. فلو السماء بص علينا وشايفانا كل شغلنا الشاغل نوم واكل، يبقى ما ننفعش ندخل السماء. لكن لما نترفع عن النوم وعن الاكل بجهاد، يبقى فعلا نستاهل ندخل السماء ونخلع هذا الجسد الضعيف اللي بتاع النوم والاكل. لا يكون ليل هناك، ولا يحتاجون الى سراج او نور شمس، لان الرب الاله ينير عليهم وهم سيملكون الى ابد الابدين. مش محتاجين نور زي ما قال قبل كده، لان نور ربنا قدام عينينا، وربنا نفسه منور علينا على طول. وهم سيملكون الى ابد الابدين، ملك يدوم بلا نهاية. بفكركم بكلمة بولس اللي قال: ان كنا نصبر معه سنملك ايضا معه، سنملك ايضا معه. العالم هنا ملكوت ارضي، وبيشجع الناس على الملك الارضي، وتلاقي الواحد اشترى حتة ارض صغيرة وعاوز يبني وعاوز يبقى مالك الحتة دي، ويقول انا مالك، انا مالك مش مستأجر، ويبقى فرحان. وهي الحكاية زي ما قالوا الفلاسفة زمان: الانسان لا يملك حتى
الأشبار اللي بيدفن فيها، يعني آخرها إيه؟ كم شبر في الأرض أي الواحد هيدفن فيهم حتى دي لا يملكها. طب إيه اللي أنت بتملكه؟ خلينا شاطرين زي القديسين. ملك الأرض ملك باطل. فالمسيح جه قال لنا مملكتي ليست من هذا العالم، وانتوا خليكوا زيي. ملكوت الله داخلكم وملكوت الله سماوي. خليكوا معايا تملكوا معي إلى أبد الآبدين. نملك معه إلى الأبد، حاجة كبيرة قوي. تصور معروض عليك تبقى ملك إلى الأبد، طب أنت على الأرض ما تعرضش عليك تبقى ملك. ده لو اتعرض عليك تبقى مالك فكر واحسبها كويس. عندنا في تاريخ الكنيسة بعض القديسين عرض عليهم ملك حقيقي، يبقوا ملوك فعلا، ورفضوا الملك. وكان ملك بجد، يعني كانوا هيبقوا ملائكة في زمانهم، ملوك في زمانهم حقيقيين، وباعوا ده كله. القديسين المشهورين ماكسيموس ودوماديوس دول أولاد ملك وملك عظيم، وكانوا هياخدوا الملك وراه. باعوا الملك وهربوا من ورا ابوهم واختاروا حياة الصحراء لغاية ما يدخلوا السماء. النهارده ماكسيموس ودوماديوس ملوك بجد، يمكن ابوهم محدش فيكم يعرف اسمه، لكن هم دول اللي ملوك بجد، اختاروا النصيب الصالح والملك الحقيقي. طب احنا مش طايلين ملك الارض كويس، خلينا بقى على ملك السماء. نقول له ليأتي ملكوتك فنملك معك إلى أبد الأبد. كلمة أبد الأبد دي برضو كلمة غامضة، العقل ما يستوعبهاش، لأن لما يقول إلى الأبد لوحدها تكفي، ما هو الأبد يعني لا نهاية. لكن عشان يقول الحكاية يعني واسعة أوي، يقول إلى أبد الآباد وإلى أبد الآبدين، عشان يقول لنا الحكاية بلا حدود ولا نهاية مهما تصورت ومهما تخيلت. كلام بيخلي الواحد يتعب ويجاهد ويصبر ويحتمل ويركز. ليه؟ لأنه إن كنا نصبر معه سنملك أيضا معه، إن كنا نتألم معه نتمجد أيضا معه، وهم سيملكون إلى أبد الأبدين. وإحنا داخلين على أسبوع البسخة بنقف قدام الصليب طول الأسبوع نقول ثوك تاتي قوم لك القوة والمجد والبركة والملك، بنقول له أنت الملك الحقيقي يا رب. هل اللي هنقوله ده كلام؟ ما هو لو قلناه يبقى احنا مسؤولين عنه، فلما نقول له أنت لك الملك يبقى احنا تبعه. الهتاف ده هتاف التبعية، احنا تبعك، احنا بتوعك، احنا وراك، احنا معاك، احنا على شبهك، احنا هنمشي وراك، هنشيل صليبك لغاية ما ندخل السماء. بالتالي أعمالنا وسلوكنا وحياتنا بعد كده تشهد علينا إن كنا نتبع ملكوت الله حقا ولا ملكوت الناس. هم سيملكون إلى أبد الآبدين والمجد لله دائما.